أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقهم المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة العبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزقهما فقد فاز ومن حرمهما فالخير كله حرم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها على أحكام أفعال العبيد ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته. وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا إخواني الكرام فإن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفما اتفق بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط ويستخرج القواعد المعينة على ذلك الذي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية وعلم أصول الفقه. ولهذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته من أعظم العلوم الشرعية وأجلها يعني قدرا من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا إخواني الكرام. ولهذا وها نحن مع الورقات والإمام الجويني والذي يقول في رسالته هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه ولفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومن هنا ما زلنا مع الأحكام الشرعية وأركان الحكم الشرعي وهم أربعة كما قال الإمام الأبدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه محكوما عليه. ثم الإمام البيضاوي قال في كتابه منهاج الأصول إلى علم الأصول فيما لابد الحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وقال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى وهي أربعة أركان الحكم أربعة واضح الحاكم إخواني الحاكم والمحكوم الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. طبعا الإمام الشوكاني قال نفس كلام الإمام البيضاوي أربعة أبحاث الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه إخواني الكرام. بعد ذلك إخواني
طبعا كان انتهينا من الحكم الشرعي والحاكم والمحكوم عليه، وما زلنا مع الركن الرابع هو المحكوم فيه. وطبعا اخواني كان وضحنا يعني الخلاف بين العلماء، يقولوا المحكوم فيه ولا المحكوم به، وقلنا التعبير الذي اختاره اكثر الاصوليين هو المحكوم فيه، وكما قال الكمال بن الهمام في كتابه التحرير المحكوم فيه هو اقرب من المحكوم به. وقد بين ذلك صاحب التيسير على التحرير بقوله إن لم يحكم الشارع به على المكلف بل حكم في الفعل المحكوم فيه، يعني بالوجوب مثلا أو المنع أو الإطلاق. وأيضا أن التعبير بالمحكوم فيه أولى من التعبير المحكوم به، وذلك منع من الالتباس الذي يفيده التعبير الآخر من أنه نفس الإله. وقلنا شروط إخواني الحكم، قلنا الشرط الأول كما وضحنا، الشرط الأول إخواني إن هو يكون ممكنا لا مستحيلا، يعني إخواني. وبعدين تكلمنا عن الشرط الثاني إخواني، الشرط الثاني يبقى قلنا ممكنا، يعني الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوم الحقيقة المكلف، لأنه إذا لم يعلم المكلف حقيقة ما كلف به لم يتوجه قصده إليه، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده. طب وإحنا اليوم مع الشرط الثالث إخواني من شروط المحكوم فيه، وبيقول فيه الإمام رحمه الله العلماء، يعني من شروط المحكوم فيه الشرط الثالث أن يكون مأمورا به من الله تعالى، أن يكون مأمورا به من الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، لأنه إذا لم يكن من الله تعالى لم يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال. وإذا كان كذلك فإن مجرد حصول الفعل من المكلف لا يكفي في الامتثال، لأنه صدر منه من غير قصد. يعني إذا كان كده مجرد فعل لوحده لا يكفي في الامتثال، لازم النية والقصد، لأنه صدر من غير قصد، من غير قصد الامتثال، وهو أمر لا بد منه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات. وفي هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله وأن يكون كونه معلوما كونه مأمورا، يعني أن يكون كونه معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال. وهذا اختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب. فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه مأمور به، قلنا الشرط لابد أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم. يعني إيه في حكم المعلوم؟ بمعنى أن يكون العلم ممكنا، يعني من نقول إما معلوم أو يكون في حكم الإيه؟ في حكم المعلوم. يعني إيه؟ أن يكون ممكن الإيه؟ العلم به. يعني ده كلام الإمام الغزالي. الإمام الغزالي بيقول لي إخواني وأن يكون كونه معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال. وهذا يعني إخواني قصد إيه؟ قصد الامتثال. يعني وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب. فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه مأمور به، قلنا الشرط لابد أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم، يعني معلوم أو في حكم إيه؟ في حكم المعلوم. معنى يعني في حكم المعلوم إيه؟ أن يكون العلم ممكنا بأن مثلا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا حتى أن ما لا دليل عليه أو ما لا عقل له مثل الصبي والمجنون، يعني لا يصح في حق، كما ذكر ذلك الإمام الغزالي في كتاب المستصفى وفاتح الرحمود بشرح مسلم الثبوت. أو معنى آخر أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالفعل،
يعني بطريقة أخرى، يعني أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالإيه؟ أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالإيه؟ مصدر التكليف بالفعل. أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالإيه؟ أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالفعل. إزاي؟ بأنه من الله تعالى، يعني لكي يكون التنفيذ طاعة وامتثال لأمر الله تعالى، ولكي يتجه قصد المكلف لموافقة طلب الله تعالى في التزام أحكامه بما يجب فيه، بما يعني بما يجب فيه قصد الإيه؟ قصد الطاعة إخواني الكرام والتقرب. يعني واضح. ولهذا السبب لا يقبل المسلم حكما إلا إذا عرف دليله الشرعي، فيبدأ الفقهاء في كل بحث بذكر الدليل الشرعي أو الأصل الشرعي لإقامة الحجة على المكلفين بتنفيذ الفعل والتقيد به، يعني لتنفيذ الفعل والإيه والتقيد به إخواني الكرام، لتنفيذ الفعل والتقيد به، واضح، لتنفيذ الفعل والتقيد به، كما ذكر ذلك الإمام الشيخ خلاف كتاب أصول الفقه والوصيف في أصول الفقه وبحث الحكم وأصول الفقه الخضري والمستصفى وشرح الكوكب إيه المنير. المراد إخواني إيه المراد؟ المراد إخواني بعلم المكلف بالفعل وبمصدر التكليف إمكان علمه به، بأن تتوفر فيه القدرة والعقل والتمكن من العلم إذا قصده، يعني واتجه إليه، بأن يكون بالغا عاقلا قادرا على معرفة الأحكام بنفسه أو بسؤال أهل العلم عنها عند يعني قيامه في دار الإسلام التي يتوفر فيها العلم والعلماء، وعندئذ يتحقق الشرط بالعلم بما كلف به سواء بنفسه أو بغيره، واضح، فيتعلق التكليف به ويجب عليه تنفيذه، ويجب عليه إيه إخواني؟ واجب عليه إيه؟ واجب عليه تنفيذه، واجب عليه إيه إخواني؟ واجب عليه تنفيذه إخواني والتزام بآثاره. فإن قصر فلا يقبل، فإن قصر فلا يقبل منه الاعتذار بجهلها، ولهذا قال الفقهاء لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي، عذر الإيه؟ عذر الجهل بإيه؟ بالحكم الشرعي. ولو اشترط علمه بالحكم فعلا، لأنه لو اشترط ذلك لما استقام التكليف، ولفتح باب الاعتذار بجهله بجهل الأحكام، وادعى كل شخص عدم علمي به. أما إذا لم يتوفر العقل والقدرة على العلم كالصبي والمجنون ومن أسلم حديثا ودخل في الإسلام، يعني فلا يكون مأمورا له، لم يتمكن من النظر والبحث والعلم يعني بالحكم كما ورد في المستصفى وشرح كوكب المنير وأصول فقه البرديسي وشرح محكوم عليه وهكذا. ده لإخواني الايه الشرط الثالث من شروط الحكم الشرعي. اما الشرط الرابع ايها الاخوه الكرام من شروط المحكوم فيه حصول الشرط الشرعي، وهو الذي لا يصح عن المكلف الا به، كالطهاره بالنسبه للصلاه والايمان بالنسبه للعبادات. واختلف العلماء في صحة تكليف الإنسان بفعل قبل حصول الشرط، وتجلى هذا الشرط في مسألة أصولية مشهورة إخواني الكرام، يعني مسألة يعني أصولية مشهورة، مسألة أصولية يعني مشهورة إخواني، وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة
بعد الاتفاق على تكليفهم بالإيمان وأصول الدين، وإن تركهم له يوجب تخليدهم في النار، لقول الله تعالى إخواني إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يعني وفيما وراء ذلك إخواني وفيما وراء ذلك قال الجمهور بعدم اشتراط الشرط الشرعي للتكليف، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن آيات التكليف عامة تخاطب الناس جميعا فيدخل فيها المؤمن والكافر. يعني وأن الآيات التي تتحدث عن عقاب الآخرة تصرح بإخواني تصرح بمسؤولية الكافر يعني وعقوبته يعني على ترك الصلاة. يعني واضح، قالوا لم نكن من المصلين. واضح إخواني الكرام، لم نكن من المصلين يعني وعقوبته على ترك الصلاة والزكاة مثلا، يعني واضح، ولم نكن نطعم المسكين، وأن العقل يمنع ذلك. وقال أكثر الحنفية أيها الإخوة الكرام، قال أكثر الحنفية يشترط حصول الشرط الشرعي أولا لصحة التكليف، فإن فقد الشرط فلا يكلف العبد، فإن فقد الشرط يا إخواني فلا يكلف من فلا يكلف العبد. يعني واضح، أكثر الحنفية بيشترط إخواني الكرام حصول بيشترط حصول الشرط الشرعي، الشرط الشرعي أولا لصحة التكليف، فإن فقد الشرط فلا يكلف العبد بها، وأن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة. وأن القول الثالث يفصل في الموضوع فيقول الكفار مخاطبون ومكلفون بالنواهي دون الأوامر، والأدلة من النصوص وغيرها ترجح قول الكفار. يعني الأدلة من النصوص وغيرها يا إخواني ترجح قول الجمهور. ولذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله ورضي الله عنه، واضح، رحمه الله ورضي الله عنه، يعني والحق يعني ما ذهب إليه الجمهور كما هو مثبت شذ الفحول. ويقول ويترتب على قول الجمهور أحكام كثيرة يعني في الحياة في هذه الدنيا، يقول الإمام الشوكاني ويترتب على ذلك أحكام كثيرة يعني في الحياة الدنيا، مثل تنفيذ الطلاق، طلاق الكافر وظهاره يعني وإلزام الكفارات، وتطبيق الأحكام المترتبة عليه حال ردته كما هو واضح في كتاب التمهيد الإسنوي والوصيف في أصول الفقه، ويعني الخضري كذلك. فهنا يبقى ده الشرط الايه الرابع. حنعود تاني الى الشرط الاول بيتفرع عنه يعني مسألة ايها الاخوة الكرام، مسألة المشقة في الايه المشقة في التكليف. بيتفرع عن الشرط الاول الايه الشرط الاول ان يكون الفعل ممكنا لا مستحيلا، ده اول شرط من شروط المحكوم فيه، بأن يكون الفعل ممكنا يعني ده الشرط الأول، ومقدورا يعني للمكلف. فمسألة المشقة في التكليف يا إخواني، المشقة في التكليف، فإن كل عمل يقوم الإنسان لا يخلو من مشقة، ولو في طعامه وشرابه، ولو إيه في طعامه وشرابه. ولهذا إخواني الكرام بتقسم المشقة إلى نوعين، المشقة بتقسم إلى نوعين، مشقة معتادة يعني واضح إخواني، ومشقة غير معتادة. يبقى المشقة يعني في التكليف بالأفعال دي مسألة متفرعة عن الشرط الأول من شروط المحكوم فيه، وأن يكون أن يكون الفعل ممكنا لا مستحيلا.
واضح؟ فهنا فهي المشقة بتنقسم لقسمين، مشقة معتادة والمشقة الغير معتادة. أما الكلام عن المشقة يا إخواني، المشقة المعتادة، المشقة المعتادة وهي المشقة التي جرت عادة الناس على احتمالها والاستمرار عليها وتدخل في حدود طاقات المكلف، وهذا النوع مشروع وموجود في التكاليف الشرعية، واشتراط الإمكان والقدرة في التكليف لا يستلزم المشقة على المكلف، وأن نفس التكليف فيه زيادة يعني على ما جرت به العادة قبل التكليف، وأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدورا وكونه شقا، وأن التكليف الشرعي لا تخلو من مشقة، لأن التكليف نفسه هو الإلزام، التكليف نفسه إخواني هو الإلزام يعني بما فيه كلفة وإيه وكلفة ومشقة. إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.